رمضان كان رمضان. أنا إيش اللي سمعته وشفته؟ أنا إيش اللي نطقته؟ أنا شوف دوبي تاريخ. عبد الله هلا، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك ان شاء الله. والله تحمست يا اخي. بس المشكله الحين عطشان مره، ما اعرف كيف حنكمل الحلقه يا اخي. انا شايف تراب بيجي في وجهك. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ من زمان عنكم. مبارك عليكم الشهر، عصاكم من عوادي. يلا العظيم، والله يعيننا على صيامه وقيامه. فهذا الشهر لازم نجدد نيتنا ونخلصها لله تعالى، ونحاول نكثر من الطاعات زي صدقة، قراءة القرآن. ترى ما يفجع، ايش قراءة القرآن؟ قراءة 600 صفحة. لا، ابدأ قليل، ابدأ باليوم ريال صفحة في يا اليوم. عمي جهز السفرة، بس جهز سفرة الفطور يا أخي. حط التمر بكل صحن بس، ونبعد عن السيئات. في هذا الفيديو حنوريكم توقعاتنا عن التصرفات اللي بتسويها في رمضان وإيش هي في الحقيقة. يلا. عزيز، باقي على الأذان دقيقتين، قوم اتسحر إن شاء الله. يلا يومي، يلا إن شاء الله. قوم الله يوفق شيطانك، باقي على الأذان دقيقة. كيفك يا ولدي؟ والله الحمد لله. أمي أذن أذن، تفضل يرضى عليك. تفضل، بسم الله. أذن لسه؟ ها؟ أقول ما أذن. أمي هذا جوال. تصدق تخنان 5 كيلو؟ والله تصدق أنا زيك. خلاص رمضان جاي، يصير من الحفلة أنا كم كيلو؟ قدام. جيب الجيمات يا ولد، لا تنسى الشيرة. إيش حتتابع مسلسلات؟ يا عمي في هذه السنة حستغل وقتي بأشياء مفيدة، بلا مسلسلات بلا برامج. طيب. يلا بدأ. السلام عليكم أحبائي المشاهدين، أحب أن أبارك لكم بحلول هذا الشهر. نبدأ الحلقة بأول مشاركة. السلام عليكم أخوي عبد العزيز. وعليكم السلام يا شيخ. أهلا. حابب أسألك، ما المقصود من آية إنا أنزلناه في ليلة القدر؟ هل أنزل القرآن كله في تلك الليلة؟ ما شاء الله. السلام عليكم أخوي. هلا هلا بشيخنا. أهلا أهلا. حابب أسألك، تفضل. هل المعجون الأسناني فاطر؟ أنت كل سنة تيجي تكلم؟ مين مسلطك عليا؟ أنت متى آخر مرة فرشت؟ مدري. أنت لو تلحس أسنانك تفطر. عطنا مواصل، بارك الله فيك. أبدأنا، حسيت خلاص نزل الحلقة، نزلها خلاص يا أبوي. إن شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تنسوا تسووا لنا 50,000 لايك. ما في مزح ده. خلاص هذه قلنا 10 20، هذه كانت بذورة 50. أخي الكلام، أنتوا كريمين وإحنا نستاهل. والله نستاهل. الله نستاهل. الله بنتعب. صدق وتر متى صورنا هذه الحلقة؟ قبل التنزيل بيوم. والسبسكرايب طيب يعني. و مبارك عليكم الشهر. عبد العزيز، كم مره اقول لك لا تنادي اسمي، حصقعك كف. اقول نكته يا اخي. يلا تفضل. من وين جبت فلوسك هذه؟ انت زرس.